حدث باسم الهاشمي البابل، متحدث باسم ضحايا المكاتب المستعبد، قطعنا معاي الفترة الماضية، لكن اختير موجه رسالة لرئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني بهذا الموضوع له هو، والشعب الموريتاني طبعا كامل اختير الظاهر معنا في الربا لهي. وهي الوكالة انجالة المستعبد تو هي شخصين متحايلين، الأول انجالة محمد حمد محمد فؤاد، والثاني انجالة مختار. وقط بعد يتعنى معه بعد اللحظات الأخيرة اختفى عن وكالة، وكنا احنا كحجاج ضحايا. وبعد ذلك قسنا كونسيليا وبلغناهم الرواية، وبعد ذلك مشاونا شارع سوى العدالة، وتم القبض على المتحير رقم 2 جاء له مختار، وجاب وكيل الجمهورية مشاه شارع غادي تحقيق، وبعد ذلك مشاه شارع السجن. وبعد فترة وجيزة طرسوا حد بضمانه، والله حسب كلامه عن طرس قبض اتهام، هذا كان صراحه ماني 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 متاكد انه حد بيد الله تدخل. والى حال المتحايل الاول اللي هو محمد فؤاد ما عاد نشرع المشي ما زال في قيد البحث عنه، وانا ارى عنهم الجهه الامنيه غادي عنها لا ما يبالي لو دالوا حتى. وبالتالي نختار الشعب الموريتاني، نختار الناس كامله الضامن معنا في المرحله هي، ونختار نشر اخبار العموم حتى كاميرا فرز بعض المعلومات احنا ضحايا.